ندوة حقيقة مثمرة ومفيدة وطيبة. يسعد جمعية التراث النوبي أن يمنح هذه الشهادة إلى الدكتورة يوسف سنتاج ابنة عالم صاحب أول قاموس لدورها في العمل الاجتماعي النوبي ومشاركتها في ندوة جمعية التراث النوبي. طبعا جمعية الأرمنة الخيرية برضو بتمنح هذه الشهادة للدكتورة يوسف سنباج ومشاركتها في ندوة أبي يوسف سنباج بالكلمة والحوار المثمر المفيد. أربعة.